لازمنا نحمي في إصلاح المجتمع المريض المتخلف اللي تحت الصبان، ولن يتحرر إلا بحرية المرأة، لن يتحرر إلا بحرية المرأة. وكتب امرأتنا في الشريعة والمجتمع فكان زلزالا في تونس، مع سماحية الله عليه هو لبنان فضلت شهيرات تونسيات، بارك الله فيكم. حبينا هال 13 اوت هدايا يكون بالفعل بمثابه انتصار للفكر الاصلاحي الاسلامي، ها نقول الاسلامي ماهوش خارج من الدين، هو مع الدين، هو مع الدين الصحيح، هو مع الدين الحديث، الدين اللي عملته الاندلس واللي عملته القيروان. يا من انطوت قلوبهم على الخبث، ويا من حشيت اجوافهم حسدا وبغضا، تعالوا يا هؤلاء واجمعوا انفسكم ومن لف لفكم، وآتوا بصواعقكم وما تكسبون من عدد ليست قليلة بهذه البلاد، صيحوا ارفعوا أصواتكم عاليا وادعوا القداسة لأنفسكم، واجمعوا حولكم اللفيفة والمصفقين، واستصرخوا السماء والرياح والعاصفة والزوبعة والبلاء المحيط، ولنكن كلمة واحدة ضد هذا الرجل بمفرده، فهو عبد الرحمن بن خلدون في القرن العشرين هذا الذي تهاجمون. يا ناس كونوا صاغين لكل دعوة للإصلاح، الحداثة، للفتوحات التكنولوجية والعلمية الجديدة، رأي هذاك المستقبل، راهو القوة متاع اليابان أنها كسرت العادات القديمة، ما عادش تسمع العادات القديمة، كسرت ولات قوة صناعية، هذيك القوة متاع الصين، هذيك القوة متاع الهند، علاش المجتمع العربي مش قادر على هذا؟ نحن لا نقبل نهائيا بأن تندثر الأسرة بالجهل وبالعادات المتخلفة، نريد مجلة أحوال شخصية جديدة تصلح هذا المجتمع وترجع الكرامة إلى المرأة المسلمة التي أوصى بها الرسول الكريم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفاش مجلة أحوال شخصية هي الوحيدة في العالم العربي التي تمنع تعدد الزوجات، يعني تفجير الأسرة كل يوم بضرة ومرأة ثانية ومرأة ثالثة، مش معقول. ميزة الخالدين يا خالد الذكر حياة لا تحتويها القبور، سيدا كنت سيدا سوف تبقى، تحتفي باسمك الحبيب العصور، تشهد الأرض والسماء وما بينهما أنك الكبير الكبير، شامخ أنت في الحياة وفي الموت مدل بما صنعت فخور، لأنه هي الكيتحة وهي العاملة وهي العاملة اليومية وهي اللي تتعب. وأنا سنيك عملت للبيا، زرت برشا مناطق نائية في الجمهورية التونسية، وريت قديش المرأة التونسية من الفجورات وهي تقدح بالحق معناتها. فإنه نرجعوا نقولوا على جزء من تاريخنا من عام 30 يظهر لي مش تكريم للمرأة التونسية، هو إضافة إلى لفت الانتباه على خاطر باش ما نمشيوش في ثنية كما برشا ناس من أعداء الحياة. تجربة المسرح بدأت تستهويني، وعندي نص من كتابة سي محمد رجاء فرحات اللي باش نبدأ نبرفو عليه بعنوان المتمردة، منو درام ليا أنا، باش تشوفوني العبيد في أكتوبر تقريبا، للناس اللي مازالوا ما سمعوش على الأقل. تريدوا أن نكرم المرأة ونرفع من الكابوس اللعين النازل عليها، ولا شيء يمنعنا من ذلك، وما الذين يعارضوننا في هذا إلا أناس مثلنا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فإذا تحدثوا عن الإسلام فليس هم أولى بفهمه منا وأقرب، وإن نقدونا فهم مثلنا عرضة للانتقاد. لا شيء مقدس عن الجميع سوى الحجة والقول، الحجة في القول والصدق في العمل، فهما الميزان الذي يقضي بالعدل. الإسلام معنا في تحرير المرأة، والزمان معنا أيضا، فلم يبق غير العمل الصالح وهو أبقى شيء في الدنيا. فلنهتف من الآن للمرأة المسلمة وأنصارها. البلفيدير 17 أكتوبر 1930. أملنا كبيرة في المرأة التونسية، لأنها معناتها
عارفة شنو هي مسؤولياتها والتحديات اللي تستنى فيها، واحنا معها. يركبوها في كرهبك ولقات روحها في دار شكوك، دخلوها البيت ظلمة وخليوها في كونيلة، خليها هو لا تعرفه لعمرها شافته لعمرها سمعت بيه، قالها مشيك بالخير انا زوجك وباش نحطه فوق راسي، اما نحبك تسمع الكلام وتطيعني، راني كيما ربوني ما نحميش اللي عكسني، والله راني بالشبط والفلقه يا ترى. كاش قبلكي وبديت سعد الزوجيه مع امه يرحمها وتسكر باب الدار سنين وسنين، مثل ما كان صغار يزهيوها ونسيوها في الغالب اللي صارت لها. كيف ما قالوا جاني الغرام تحت خربه والسراب بحد الركايب، محبوب قلبي جاني فرطاس واعور وعايب. هذا تذكير بلي المراه اكتسبت حقوق فبرشا سنين من توا، والحقوق هذوما قاعدين بشويه بشويه يتلاشاو في وقت اللي احنا نورمالمون تزيد تكون المراه متحره اكثر، تزيد تكون المراه عندها حقوق اكثر، المكتسبات نتاعنا نحسوا اللي قاعدين يتخلخلوا. دونك تذكير هذا الناس اللي جاوا قبل الحديد وغيره كيفاش وقفوا وناضلوا الحقوق نتاع المراه هذيا، ماذا بها زيد تذكير هذيا يخليها تزيد تقف اكثر على حقوقها، ما تستنى حتى حد باش يقفل عليها. مع الفتح الاسلامي وبعد عقبه بن نافع حاربت أميرة الأمازيغ الكاهنة جيش الحسين بن نعمان وغلبته حتى عاد وانتصر عليها في معركة الجمل. وليت القروان عاصمة أغلبية ومتوسطية تملك جزيرة صقلية، وكانت شهيرة القروان السيدة العالمة خديجة بنت إمام زحمون في دولة سنهاجية، حكمت امرأة هي سيدة أم ميلاد الدولة بكل حكمة سنوات طويلة برشا حتى بلغ المعز النوبيليس سن الحكم. نوع وحاجة جديدة عملها رجاء فرحات، احنا كنا نخصيبه بشي تكلم وحده، واما هالعرض الكامل حلو بيسر مسرحيه عنا المنبه يا برشا يحكينا على السواق متاع تونس ولا تحرير المرأة والمرأة التونسية شون اللي عملت، وهي لا برشا بيه تنفع بلاش هذا منوش لحد شيء. يتحدثون عن مشروعنا لأنه تحريم لما حدد الله، وها نقولها لكم ونعاودها وسأعيدها كل يوم إذا لزم الأمر حتى تدخل إلى الأنخاخ، بعد بسم الله الرحمن الرحيم مثلا وثلاثا ورباعا وما ملكت أيمانكم، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. في استحالة العدل نكتفي بواحدة فقط، هذا هو مجال الأحوال الشخصية، أحب من أحب وكره من كره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.